دولة الخرفان السود. والخرفان السود أو القرى أيولو قبيلة من التركمان حكمت في شرق الأناضول أذربيجان القفقاس وبعض الأجزاء من إيران والعراق لعدة سنوات، وكانت عاصمتهم تبريز ثم بغداد. ينتمي القرقيونلو إلى الأتراك الغز الأيغور، كان الخروف شعرهم كما كانوا يتخذونه للتمائم أيضا. وقد اعتنق الإسلام، أصبح ملكهم قرى محمد حاكما على منطقة شرق الأناضول، وذلك من قبل الدولة الجلائرية. استقل خليفته قرى يوسف بالحكم واحتل مناطق غرب إيران وتبريز، وقام السلطان تيمور لانك بطرده في أكثر من معركة، لكنه استطاع أن يتغلب على التيموريين سنة 807 هجرية واتخذ لقب السلطان، ثم استطاع طرد الجلائريين من بغداد وضم أراضيهم إلى مملكته، ثم احتل مدينة ديار بكر وأجزاء من جورجيا وشروان. عرفت الدولة أوجها وبلغت أقصى اتساعها أثناء عهد جاهنشاه، الذي استطاع أن ينهي خطر التيموريين سنة 850 للهجرة، واستولى على مناطق وسط وجنوب إيران مع أصفهان وكرمان ثم هراء. إلا أنه مني بهزيمة ساحقة أمام الآق قيونلو الخرفان البيض سنة 871 هجرية. تمكن الآق قيونلو من خلع جاهنشاه آخر سلاطين الأسرة سنة 873 هجرية، وبانتهاء حكم جاهنشاه انتهت دولة الخرفان السود التي دامت حوالي 80 سنة.